أعلنت شرطة نيويورك انتهاء التهديد الذي أثاره طرد مشكوك فيه داخل برج ترامب. وكانت الشرطة قد أخلت ردهة البرج الذي يملكه الرئيس الأمريكي المنتخب لفترة وجيزة بعد العثور على طرد مريب. ولم يكن ترامب متواجدا في البرج حيث يقضي عطلته في منتجع مار إي لاغو الذي يملكه بولاية فلوريدا. Excuse me, you gotta go that way. You guys gotta go. Come on.